بدأت علاقتي بكابتن صالح من ساعة ما ابتديت أروح النادي الأهلي، وأعتقد سنة 59-60 تقريبا. يعني كنا لسه في مدرسة الكورة، والحقيقة كنا مثلا بنخلص المدرسة أو بنلعب قبل الفريق الكبير. كان الحقيقة بتواضع شديد جدا، كان بنلاقيه قاعد معانا وإحنا قاعدين مثلا في الجنينة أو أي حاجة من هذا القبيل. أعتقد الفترة اللي هي كنا عن قرب معاه في بداية حياتنا كانت الدوري الداخلي في 67، كنا عاملين فرق بنلعب فيها، وكان كل يعني الأشبال الصغيرين، بس كنا بقى خلاص كبرنا، يعني كنا حوالي 17 سنة كده، ابتدى يبقى بنلعب مع كابتن صالح في الدوري الداخلي. وبعد كده كنا بيبقى هو متواجد معانا جوه النادي يعني. فدي يمكن اول فتره كابتن صالح، ابتدينا نعرفه ككابتن صالح داخل النادي الاهلي. 79 كان المفروض بيتفاوض مع مجلس الاداره يبقى مدير كوره، واختلفوا. كان رئيس النادي في ذلك الوقت السيد فريق مرتجي، واختلفوا وجم رشحوني انا امسك مدير كوره. كويس، اول حاجه عملتها خدت شروط والنظام بتاع الكابتن صالح من الكابتن صالح. كويس، قلت له انت مقدم لهم ايه وايه اللي انت شايفه صح وايه اللي انت شايفه غلط. كويس، واول حاجه عملتها ان قعدت مع الكابتن صالح قبل ما اوافق ان ابقى مدير كوره، وقبل ما اروح لمجلس الاداره واقول لهم انا عندي شروطي او عندي نظامي واللوائح بتاعه الكوره تبقى ازاي. فخدت اللوائح والنظم اللي هو كان عاوز يطبقها. كويس، واشتغلت ودخلت مجلس الإدارة وقتها لما وافقوا عليها أعضاء مجلس الإدارة، بيقولوا على ما دي كانت الشروط بتاعت الكابتن صالح. كويس، اللي هي أصلا أنتوا ما وافقتوش عليها، ما هو بيحب النادي أكتر مني، فهو عارف إن مصلحة النادي ممكن تبقى مع حسن، فهو بيقول لهم يعني خلوا بالكم إن ممكن حسن ده يبقى راجل كويس. يعني كابتن صالح يمكن الفترة برضو الأخيرة كان هو مسافر برا مصر، يعني ظروف مرضه، فكان في الحتة دي بيثق فيا كشخص إن أنا بقدر أدير النادي زي ما هو شايف، أو زي ما إحنا هو حاطين اللوائح، زي ما إحنا حاطين النظم بتاعتنا. وكنت دايما بيمشي النادي بالطريقة دي. لما حصل التمرد دوت اديناهم إنذار، يمكن أنا حسن رحت قابلت لهم وديتهم فرصة ان تكون الذاكرة 24 ساعة انه ينتظموا ويجوا النادي. اذا ما حصلش كده اضطريت ان انا اوقفهم. الكابتن صالح كان بره مصر. كويس، والكابتن صالح ما عرفش بالكلام دوت، او ما كانش في اتصال بيه الا بعد ما تم ايقاف اللعيبة ديت مني. وبعد كده قلت له بقى بعد ما قرر مجلس اداره، بعد ما اجتمعنا وقلت له انا واقف كذا، قال لي انت عملت الصح وده الصح. يمكن هو قالها بعد كده، قال ان القرار دوت كان واخده حسن، ان انا خدت ايقاف، عملت وقع ايقاف على 16 لعيب.